الرئويه ده، لانه الحقيقه من الامراض اللي هي الى حد ما مشاكلها خطيره، بتؤثر على طبيعه حياه المريض. الحقيقه دلوقتي احنا بقينا في سنه 2018، فاي مرض عشان هتسالي سببه لازم يكون في استعداد جيني ليه، وان المريض اتعرض للحاجه اللي طلع المرض ده او السبب. ناخد مثال السده الرئويه المزمنه، ده سببه الاساسي التدخين. وطبعا احنا لما دايما نقول للمرضى انه الامتناع عن السجاير ده هيحميك، يقول لي طب ما انا جدي كان بيشرب 100 سيجاره وعاش 90 سنه وعمره ما حصل له على حاجه. فدلوقتي احنا عندنا الجواب ده، انه جد حضرتك ما كانش عنده الاستعداد الجيني انه يجيله المرض، وبالتالي انت ما تضمنش ان انت لما تشرب 5 سجاير مش هيجيلك المرض. الحقيقة السبب التاني هو ان احنا بنتعرض برضو لمحروقات عضوية، يعني مثلا زي الستات اللي هم بيعودوا على الافران اللي هي بتحرق زي الفحم، واللي بتستخدم مواد عضوية للحرق زي الناس اللي بتتدفى في الشتاء، فطبعا اللي بيسموه ده ممكن يسبب لهم سدة رئوية مزمنة. ودول حقيقة احنا برضو من 5 سنين ابتدينا ننتبه، طب ليه سيدات مثلا عمرها ما شربت سجاير عندها؟ تالت سبب طبعا، وده عندنا يعني على مستوى العالم بيواجهوه دلوقتي يمكن المؤتمرات كلها، اللي هو البيئة، تلوث البيئة ده أصبح سبب مهم جدا، والعالم يمكن متجه كله لوضع قوانين للبيئة دي لأن هي سبب مهم قوي لده. رابع سبب، ويمكن احنا برضو بنشترك مع زملائنا في طب الصناعات، الوظيفة بتاعته جايز هي بتعرضه لسموم معينة ممكن يعملها، لكن من 1 لمليون عندنا سبب احنا ممكن نمتنع عنه، وبالتالي بنسبة 80% مش هيجي لنا السدة الرئوية. والله هي مشكلة المرض ده غريب قوي، ان هو بيسرق العيان. المرض ده يبتدي مثلا 10 سنين كده قبل ما العيان يبتدي يقول انا بنهج، او 5 سنين على حسب استعداده الجيني. الراجل اللي بيشرب سجاير او شيشه او جوزه او اي حاجه يقول لك ايه، طبيعي انا بدخل، انا بكح الصبح اصحى انظف صدري ابقى زي الفل، اكح كحتين وخلاص، يفضلوا كده 2-3 سنين ولا هو دريان خالص ان هو ممكن يكون عنده السده الرئويه دي. بعد شويه يقول ايه، الله ده انا بطلع الدور الخامس زي الفل، بس انا بقالي 2 شهر كده مش قادر اطلع الدور الرابع. ويعني ما انا بطلع الرابع كويس. يبتدي المريض يقلل النشاط بتاعه حبه بحبه، والمرض ده عمال يزحف ناحيته يزحف، لغايه لما يجي يقول ايه، الله ده انا بطلع اول 3 سلالم ومش عارف اطلعهم، يجيني بقى ساعتها ونبتدي نكتشف المرض. ومع الاسف ساعات بيبقى مع الأسف المرض ده لو ابتدى بالذات نتيجة للتدخين، الامتناع عن التدخين لو عملته في وقت معين لسه وظائفك الرئة سليمة يمكن هنلحق حضرتك ان انت تستمر على الوظائف دي، لكن في فترة ما لو انا اكتشفته ساعات بنوقف قدام العين. طبعا بنقول له بطل عشان تحافظ على القلة، بس القليل ده ممكن يكون 35% ما يساعدوش لإقامة حياة طبيعية. اي مريض بحس ان هو بيكح بيجيب بلغم طبيعي، ربنا ما خلقناش يعني ان احنا نكح كل يوم طبيعي، ابتدى يحس ان نشاطه بيبتدي يقلله علشان يجي لنا، لا ليه ماله، ما اروح لدكتور امراض بطنه او صدريه واشوف واطلب حاجه مهمه احنا يمكن ما بنطلبهاش خالص، وظائف تنفس. اي عيان بيكح بيجيب بلغم بينهج، يا دكتور انا حاسس ان بنهج، طب نعمل وظائف تنفس زي ما بنعمل اشعه برضو عاديه على الصدر، ويمكن الوظائف دي ما بتعرضوش لحاجه خالص، وبالذات لو هو مدخن او بيتعرض لتلوثات معينه او وظيفته بتدي له حاجه معينه، طب ما اعملها بعد 6 شهور اشوف. لو انا لقيت والله ان الوظائف اقول له لا معلش تعالى بقى انا محتاجه ان انا اشوف حضرتك بالظبط انت بتعمل ايه، محتاجين ضروري نبطل دلوقتي. احنا مريض السده الرئويه ده بنقسمه زي ما قلت حضرتك، اكتشفته بدري هو ما بينهكش بيجيب كحه بس، غير اكتشفت واحد بيروح الحمام بينهك، فطبعا العلاج بيختلف من المراحل كلها. لكن العلاج الاساسي ان انا يمكن مبسوطه ان اقوله يا جماعه احنا ممكن نعملها مشروع قومي الامتناع عن التدخين، ان انت تمنعي المرض دي اسهل طريقه للعلاج ما يكونش عندك. 2 ان انا الناس اللي هي عندها مرض صدري وعارف انه عنده سده رئويه مزمنه ياخد التطعيم، ياخد تطعيم الانفلونزا وتطعيم الالتهاب الرئوي، وما شاء الله ده متوفر جميع الصيدليات كل المراكز المصل واللقاح بتوفره، طب وماله لما انا اعمل كده؟ انا بقى مريض السده الرئويه ده معرض لحاجات كتير قوي مع الاسف. اول حاجه معرض لمشاكل في صدره، ان يجي له الازمه نتيجه مثلا اتعرض لبرد، اتعرض لميكروب، هو كمان بعد فتره بيبقى جسمه اكتر عنده نقص في المناعه، بالذات لو ما امتنعش عن التدخين او عن الحاجه اللي هي مسببها له، فبالتالي بيبقى عرضه اكتر للالتهابات الصدر.
وكل مره يجيله التهاب، واذا جاله التهاب في الشعب الهوائيه او التهاب رئوي، عشان يرجع للوظائف التنفس قبل الالتهاب دي بياخد له 3 شهور. ده ممكن يكون داخل مش محتاج اكسجين، يطلع يلاقي نفسه انه مش قادر يستغنى عن الاكسجين لمده 3 شهور لغايه لما يرجع تاني يمارس حياته الطبيعيه. فطبعا دي مضاعفات جامده جدا لحياته. حاجه تانية زي ما بقول لحضرتك بيأثر على كل حاجه، اهمهم القلب. يعني مريض السده الرئويه ده دايما الدكتور يحب يطمن على قلبه، حاجه تانية خالص. والذبحه دي ذبحه في القلب، وبالتالي لازم اعمل له رسم قلب واطمن ان هو جاي لي دلوقتي مش بالسبب ده، ويمكن كمان جاي لي بيبقى عرضه اكتر لان عضم نقص اكسجين، والدم علشان نقص الاكسجين ده بيطلع هيموجلوبين زياده، وهما كمان ما بيتحركوش قوي، ممكن مع السن الكبير يبقى عرضه اكتر لجلطات الرئه. دي حاجة برضو تانية، مضاعفاته على الجسم كلها، فهي دي المشكلة.